تنتقل موجات الضوء من المصدر الضوئي في خطوط مستقيمة، ولكنها تغير اتجاهها تبعاً للأسطح التي تسقط عليها، وتحدث ظواهر ضوئية مختلفة عندما يسقط الضوء على السطح الفاصل بين مادتين. يمكن أن يرتد الضوء أو ينعكس عن السطوح. تسمى الزاوية التي يصنعها الضوء الساقط مع العمود المقام على السطح العاكس زاوية السقوط، وتسمى الزاوية التي يصنعها الضوء المنعكس مع العمود المقام على السطح العاكس زاوية الانعكاس. يمكن للكثير من الأجسام أن تكون عاكسة للضوء جزئياً، إلا أن المرايا تعكس 100% تقريباً من الضوء الساقط عليها. يمكن للضوء أيضاً أن ينفذ من خلال بعض المواد فيتغير اتجاهه عندما ينتقل من وسط إلى آخر، وتسمى هذه الظاهرة الانكسار. يمكن الاستفادة من هذه الظاهرة في العدسات والنظارات والمناظير الفلكية البصرية لتركيز الضوء في نقطة محددة، وكذلك يمكن للضوء أن ينحرف عند عبوره من خلال الفتحات الضيقة أو حول حواف الحواجز أو الأجسام، وتسمى هذه الظاهرة الحيود. إذا وضعت يدك بين مصدر ضوئي وورقة، فإن خيال يدك سيتكون على تلك الورقة. وإذا قمت بتحريك يدك بعيداً عن الورقة، فإن الظل المتكون على الورقة يبين الأماكن التي لم يصلها الضوء. يمكن لموجات الضوء أيضاً أن تتداخل مع بعضها بعضاً، فتتغير بذلك خصائص الموجات. عندما تسلط ضوءاً على شقين، يمكنك رؤية كيف تتداخل الموجات الضوئية، حيث تندمج معاً لتكوين مناطق معتمة ومناطق مضيئة، وتسمى هذه الظاهرة التداخل. يسقط الضوء على كل جسم يمكن أن تراه، وينعكس عنه إلى عينيك، ولكن بعضاً من الضوء يتم امتصاصه بوساطة الأجسام. عندما يحدث الامتصاص، يتم تحويل الضوء إلى أشكال أخرى من الطاقة، مثل الطاقة الحرارية أو الطاقة الكيميائية القابلة للاستعمال من قبل النباتات. تعتمد أشكال الحياة جميعها على الأرض على الطاقة التي يوفرها الضوء.